راسي تحكرت من بعد هادشي كل شيء وهاد المدة كلها، وانا الفراق اللي كان بغيه من قلبي، الفراق اللي كان موت عليه، اللي كان تقاتل فيه، اللي كان عطيت فيه نجوم اللي كي يسطحوا دابا وقالوا الكلمة ديالهم، كنلقى راسي انني كل سنة من الناس اللي كان نتبعت من الفريق، الناس اللي كانوا ودازوا على يديا محمود بن حليب او على قيد الحياة وليد صبار، سعد الكوحل، عندي ما يزيد بالمقدم مصطفى، عندي ما يزيد على 300 ديال التلاميذ اللي دازوا عندي اللي جبتهم، كنت انا كندير شراكات مع عدة جمعيات اللي كتكون حدايا، وكنمشي وكنهز الموتور ديالي وكنمشي وكندور في الاحياء الشتاء والبرد والرعد كيدوز عليا باش كناخذ من عندهم الدراري كنشوفهم وكناخذهم وكنجيب الوليدات وكنجيبهم من الفريق ديالي الام، وكنمشي حتى لشي فرقه اخرى حيت انا كنتسطع على الرجاء، كنبغي فرقه ديالي حيت لعبت فيها ملي انا صغير، دزت فيها وترعرعت فيها ولعبت مع نجوم اللي لعبوا الكره ديال بصح، وكنلقى راسي هكا كل سنه كنتعرض باش نتبعد من الفرقه كل سنه. دابا 3 سنين هادي ما تخلصتش، ما تقاديتش الاجر ديالي لان الفرقه في ازمه، تنقول ماشي مشكل صابر، ولكن المشكل اللي ولا عندي دابا هو ان المنزل ديالي اللي كنسكن فيه ولا غادي يمشي ليا، الناس اللي كانوا واقفين معايا في هاد الشركه ولا هاد البنكه هي كانوا واقفين معايا، بعض اللاعبين قدامى ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي كيعرفهم كلشي، ولكن راه عياو. دابا انايا نهار الخميس عيط عليا المحامي قال لك اودي راه الدار ديالك دخلت للمحكمه، انا فين غادي نمشي انا ووليداتي؟ انا دابا لقيت نسيبي هربت من الدار باش ما يجيش عندي العون القضائي يبلغني، هربت من الدار انا دابا مع نسيبي، نسيبي دابا المشكل هو الدكتور ديال الدياليز والدكاتره ديال الدياليز ديال مؤسسه الامل قايل لي ليه بانك انت ما خصكش تطلع في الدروج، هو كيطلع دابا في الكاتريام كان بارك معايا في الدار، لان الدار عندي سفليه كنسكن بير جديد راه كلشي عارفني فين كنسكن، دابا ولا الدار ديالي غتمشي ليا انا جيت دابا بركت مع نسيبي، غدا ولا بعد غدا فين غادي نمشي انا ووليداتي؟ فين غنتلاح للزنقه؟ ها قولوا لي واش تلاح للزنقه؟ راه عييت، راني عييت، راه 14 عام وانا كنتستبعد من الفرقه ديالي، ولكني دابا انا 14 عام وانا كنتسنى في كاس جمال، 14 عام وانا كنتسنى في كاس جمال، كنتسنى في كنقول انا وقتاش يجي جمال يكون في اداره التقنيه ديال فريق الرجاء البيضاوي، انا عارف كل الفرقه وعارفك راجل وعارفك ما كتخلاش على ود الفرقه، اون بليس سي جمال راك انت هو رئيس جمعيه قدماء ديال الرجاء البيضاوي، راه الا ما وقفتيش معايا والا ما انا ما تخلصتش دابا وما عمرني مشيت وقفت على الرجاء ولا قلت حقه ولا سميتو لا الفرقه ديالي هذيك راه كنتسطع عليها، ما عمرني جيت عندكم وقلت لكم انا الناس مسؤولين، لا عمرني جيت عندكم قلت لكم راه ما تخلصش، ها انا موجود ديك الساعه من حقكم تاخذوا مني حقكم، ما عمرني جيت ولا عمرني ذكرت هذا الشيء ولا ما عمرني سميتو، ولكني دابا انا ولا الدار ديالي غادا تمشي ليا، راه فين كنقتن انا ووليداتي راه ولا غيمشي ليا، راه كنحس انا بالغبن، كنحس انا بالحقره ما نكذبش عليكم، كنحس بالحقره وليت كنحس بالحقره، انا نفسي خايبه ما عمرني مديت يدي لشي واحد، انا مصدر العيش ديالي كنجيبو بالحلال طيب لوليداتي، جامي تلافيوش عمرني كليت ريال ديال الحرام، انا بغيت الحلال طيب، كنخدم مع الرجاء باقل صالير عباد الله، باقل صالير انا هو اللي كان عندي اقل صالير في الرجاء 30000 ريال عباد الله، ما عمرني قلت شي حاجه، العام اللي رجعني هلال الطير ولدك العام بركوا معايا الناس المسؤولين وبرك معايا السي هلال ها هو باقي حاضر
قال لي الفرقه وديرها في ازمه راه غنديروا لك 40000 ريال. قلت لي مرحبا، ما نتخلصش انا من الفرقه، انا كنطلب منكم غير تشوفوا الحاله ديالي والحاله ديال نسيبي. راه الا ما عطاش شي الا ما عطيتوش انا راه ما عندوش من يعطيه. راه الا ما صرفتش انا في الدار ما عندوش اللي يصرف عليه. المطلوب ديالي هو نرجع للفريق ديالي واعطيني السي جمال حقي. انا كنطلب منك السي جمال اعطيني حقي، اعطيني كاتيجوري ديالي، وديك الساعه حكم عليا على خدمتي في تيران. الله يجازيك بخير.